difficult for female artists, I think, everywhere in the world. But maybe after the revolution, you can sing with more freedom. It's still hard for me to find a way and to play in festivals and to play in a lot of places. I still need to fight to find some place. I don't really sing love song at all. Well, it's all about love, you know, because I love my country, I love my compatriots, I love freedom. But it's not, you know, the classic love songs. I think that we are exploring new horizons in Arabic music, and we are trying to create a new mixture between modern sounds and our authentic heritage. بالظبط بعد الثورة ابتدت تظهر بنات، يعني البنات دي موجودة من زمان جدا، والحركة المستقلة في مصر بقالها أكتر من 15 سنة، بس ابتدت تتطور أكتر بعد الثورة، وابتدت يظهر فعلا بنات بتلحن وبتكتب وتألف، وده ما كانش موجود خالص قبل كده، ففي اختلاف شوية. ولكن احنا عندنا فنانين ولاد برضو عندهم مشاريع ما تقلش أي أهمية عن مشاريع بنات موجودة هنا. وانس ان احنا بنبتدي نفكر ان احنا عندنا كفيميلز مشكله، او ان احنا حقنا مهدور او وات ايفر، احنا بنكبر الموضوع اكتر. يعني بنستريس على نقطه احنا المفروض لو تجاهلناها ودخلنا عادي في مجالاتنا في اشغالنا في حياتنا في اي حاجه. يعني انا شايفه ان ده الحل رقم واحد، ان احنا نبتدي نتجاهل اصلا ان في مشكله ونأكت كان ما فيش اي حاجه. يعني كلنا عندنا قلق تجاه المستقبل، بس إن انا مش عارفه بكره في ايه، بس كل انا عارفاه ان انا متفائله بالجيل بتاعنا، متفائله بالشباب، جيل الشعراء وجيل المزيكاتيه وجيل الادباء، الجيل الجديد اللي طالع اللي هو بيقول وسعوا لي انا هنا وعايزه اكمل. يعني